السلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى وبعد، فيحل اليوم علينا ضيفا عزيزا والدكتور طارق الحواس حفظه الله تعالى ليحدثنا عن حال الناس في رمضان، فليتفضل مشكورا مأجورا. For the non-Arabic speakers, please take the translation set from the back as this lecture is translated from Arabic to English. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا عقد هذا الدرس في هذا الجامع الطيب المبارك أمام إخوة من الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. القرآن الكريم في رمضان له شأن خاص، وذلك أن رمضان هو شهره الذي أنزل فيه. أنزل هذا القرآن العظيم في ليلة من ليالي رمضان، فأصبح القرآن الكريم له خاصيته في رمضان. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعه جبريل بالقرآن في كل عام في رمضان، يراجع القرآن كله. وفي آخر سنة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم راجعه بالقرآن مرتين. فإذا هناك اهتمام خاص يتعين على المسلم أن يعتني به بالقرآن في رمضان، ولنا مع هذا عدة وقفات. الوقفة الأولى، المسلم يهتم بالقرآن لأنه كلام رب العالمين، وهو أعظم كلام في الوجود. وفضل كلام الله على سائر الخلق كفضل الله على سائر خلقه، وقد رتب عليه من الأجور ما لم يرتب على غيره. فالقارئ لكتاب الله ينال بالحرف الواحد حسنة، والحسنة عشرة لها عشرة أضعاف، يضاعف الله لمن يشاء. في كل حرف تنال مثل هذه الحسنات، لا شك أن هذه خصوصية عظيمة يستقل بها هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم. الأمر الثاني، يجب أن نعترف أن الأمة مقصرة تجاه القرآن من حيث الإقبال على القرآن والاهتمام به والعيش معه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. لا زالت الأمة تتخبط في هذا الباب، مهما رأينا من الصور التي فيها حفظ للقرآن واهتمام بحلقات القرآن هنا وهناك، لكن المجموع والسواد الأعظم لا يزال في الأمة عزوف عن هذا الكتاب. ولئن رأينا الأمة تهتم بها بالقرآن في رمضان، يبقى بقية العام تتعامل مع القرآن على استحياء. من هنا حرمت الأمة الخير الكثير بتقصيرها تجاه كتاب الله عز وجل. ولذلك كان أوجب ما يجب في الدعوة إلى الله أن تنبه الأمة إلى هذا القرآن. حينما نالت العزة والكرامة هذه الأمة كان بسبب اهتمامها بهذا الكتاب وإقبالها عليه والتحاكم إليه، وتصدر أقوالهم وأعمالهم ومواقفهم كلها من هذا الكتاب العظيم. وحينما هجر هذا القرآن وعزف وزهد فيه، بدأت الأمة تضطرب ويقع فيها من الضعف والتسلط ما الله به عليم.
لذلك يجب أن يكون العلاقة مع القرآن ليس علاقة موسمية، بل علاقة دائمة، حياة. بغير هذا لا يمكن أن تخطو الأمة خطوات إلى الأمام. الوقفة الثالثة، هذا القرآن العظيم أيها الإخوة نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحينما ينزل سيد الملائكة ورأس من رؤوسها الكبار الموكل إليه بالوحي جبريل الذي له 600 جناح، لو قال بجناح منها على الدنيا لخسف بها وبين فيها، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئة جبريل على خلقته التي خلق الله أغشي عليه صلى الله عليه وسلم، سد الأفق لما ظهر له في الأرض وظهر له في السماء. حينما نزل من غار حراء هناك رأى جبريل على هيئته وقد سد المشرق. فجبريل خير الملائكة وأفضل الملائكة وأكبر الملائكة، كلف بأن ينزل بهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة إلى عظم ما نزل به. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن في القرآن نفسه بأحسن الأوصاف، وصفه بأنه أحسن الكلام، وصفه بأنه أصدق البيان، وصفه بأنه روح، وصفه بأنه نور، وصفه بأنه شفاء. وقل لي بربك كيف ممكن تستقيم حياة الإنسان بلا روح وبلا نور وبلا دواء؟ كل هذا وصف الله به القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الروح وهذا النور وهذا الشفاء انظر تعامل المسلمين معه، أكثرهم يجعله للبركة. وطلعوا علينا طلعة هذه الأيام تزيين المصاحف، تزيين ملون غريب، كل هذا يجعل في عزوف عن حقيقة الإقبال على القرآن والاستفادة منه. إذا أصبح مجرد أشكال وألوان ويحتفى به بأمور ليست هي المقصودة قطعا بنزول القرآن، هذا كله من الصوارف للتصرف. الاهتمام الأعظم الذي يجب أن يكون بالقرآن هو الإقبال على ما فيه من العلم والبيان والروح. لو أن الواحد منا يقرأ القرآن على أنه رسالة من الله إليه والله لانتفع بذلك انتفاعا عظيما، كما ورد عن بعض الصحابة قال كان الأصحاب يقرؤون القرآن كأنه أنزل عليهم فينتفعون به. لكن الذي يقرأ للبركة اليوم أو يقرأ من أجل أن ينتهي من السورة أو بالختمة انتفاع به محدود. فإذا ينبغي أن ندرك أن هذا القرآن عظيم، عظيم جدا، وله قدسية عظيمة عند الله عز وجل، جعل عليه من الأحكام ما لم يجعل على غيره. ولذلك أنا عجبت من إجابة بعض المفتين حينما يسألون ما الفرق بين قراءة القرآن من الجوال وقراءة القرآن من المصحف، استمعت لبعضهم يقول لا فرق، وأنا أظن أن هذه إجابة قاصرة، لا هناك فرق، المصحف عليه أحكام ليست على الجوال. المصحف يرى جمهور العلماء أنه لا يصح أن يمسه إلا متوضئ، ولم يقولوا هذا في الجوال. المصحف لا يصح أن يدخل به في الأماكن غير لائقة. المصحف لا يجوز السفر به إلى بلاد العدو. المصحف وقع نزاع كبير بين أهل العلم في مس الحائض له. المصحف له بداية ونهاية، له أحكام، كيف يقال أنه لا فرق؟ لا، هناك فرق. ولذلك هذا الكتاب قدسيته عظيمة، وبقدر ما يكون في قلبك من التعظيم له بقدر ما يكون تعظيمك لله عز وجل، لأنه من كلام الله وهو شعيرة من شعائر الدين، وفي القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. موقف رأيته في الحرم منذ سنين لا يزال
باق في ذاكرتي. أحد الناس كان يقرأ في المصحف في صحن الحرم، أقيمت الصلاة، تعلمون أن في الصفوف القريبة من الكعبة ما فيه رفوف لوضع المصاحف، فهذا لما أقيمت الصلاة احتار وين يضع المصحف، وتصرف تصرف يدل على قلة تربية، قلة تعظيم بالقرآن، ولو أن القرآن عظم في قلبه ما صنعه. أين وضعه؟ وضعه أكرمكم الله على النعلة التي لا عنده نعاله، حطها أمامه، جاء وضع المصحف على النعال. طبعا هو لا يقصد قطعا الإهانة، لكن هذا لا يليق. فقام أحد الإخوة الباكستانيين جزاه الله خير، فغضب لله غضبة وأخذ المصحف وقبله ورفعه، قال كيف تضع، ما تخاف الله عز وجل؟ هذه صورة تعطيك مقدار التربية للمصحف. لما تجد الطلاب يأخذون الكتب اللي فيها القرآن ويرمونها ويمزقونها، هل هذا عظم في قلبه كلام رب العالمين؟ هل هذا ربي أن هذا الكتاب كتاب عظيم؟ كان والدي رحمه الله إذا رأى أحد في المسجد ماد رجليه أمام المصحف نهره نهرا عظيما، مع أنني أعرف أن الفقهاء لا يرون حرجا في مد الرجلين تجاه القبلة، لكن هو يرى أن هذا لا يليق. أمامك المصحف، تمد رجليك أمام المصحف؟ حينما يربى النش على تعظيم هذا القرآن، ليس فقط تعظيم مكانته، تعظيم ما فيه أيضا، لكن حينما يعظم من جهة أن هذا كتاب كريم، ينشأ المتربي على تعظيم هذا القرآن. لكن تجد البنت ولا الولد في البيت مادين رجلهم والمصحف أمامهم، وربما يضعونه في أماكن غير لائقة، وربما قرأوا على وضع غير لائق. هذا يحتاج إعادة نظر، إعادة برمجة لعقولهم كيف يتعاملون مع القرآن. الله يقول في القرآن وإنه لكتاب عزيز. هل هو عزيز على قلبك كما تعز من تحب؟ لما يقول الله عن كتاب أنه عزيز، إذن يجب عليك أيها المسلم أن تعزه وترفع شأنه وتعظمه. من الأمور المهمة في القرآن أيها الإخوة أن القرآن الغالب فيه كما وصفه الله أنه واضح بين، قال تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم أي الواضح البين. ألف لام ميم راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال علماؤنا أحكمت أي أتقنت بشكل واضح بين، ولذلك أكثر المسلمين من يتقنون العربية يعرفون معاني القرآن. تبقى مواطن سماها القرآن وأخر متشابهات. هناك آيات في القرآن تحتاج إلى زيادة بيان، مشتبهة يعني غير واضحة لكل أحد. يقول عنها شيخ الإسلام والتشابه هنا تشابه نسبي، يعني يختلف من شخص إلى آخر. عند أحد العلماء ربما الموطن الذي تشتبه عندك فيه الآية عنده كوضوح الشمس واضحة، عند عالم آخر ربما فيها نوع من الضباب. نعم، من الإعجاز في القرآن لا يكون كله واضح، لابد تحرك العقول من أجل أن يحاولوا أن يستنبطوا ما فيه من المواطن التي تحتاج زيادة تأمل وزيادة علم. هناك مواطن في القرآن إلى الآن هي محل إشكال عند أهل العلم، ليس فيها قولا واحدا فصلا، لم يجمع العلماء فيها على معنى واحد، وهذا من إعجازه. ولذلك الوقفة التالية، القرآن معجز في كل شيء، معجز في ألفاظه، معجز في أخباره، معجز في أحكامه، معجز في إتقانه. ومن الإعجاز الذي يغفل عنه الناس أنه معجز في تلاوته، يعني لا يمل الناس منه. هذا إعجاز أن يكرر القرآن ويتلى في كل عام، كما نتلو الفاتحة في كل يوم في الفرائض فقط 17 مرة غير النوافل، ومع ذلك أنت عندك استعداد أن تبقى إلى أن تموت وأنت تردد الفاتحة. هذا نوع من الإعجاز، أنه لا يمل، لا يمل على كثرة ما يتلى ويقرأ ويسمع. أحيانا الآية الواحدة
تسمعها من قارئ متقن تقول كأنها أنزلت للتو مع أنك سمعتها مرارا وتكرارا. من الأمور المهمة وبها أختم أن الإنسان أحيانا بحاجة أن يسمع القرآن، خاصة لمن ترتاح نفسه في تلاوته، وهذا له أصل كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه. ابن مسعود يعني أشكل عليه، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أنت سمعته أنزل عليك من الله عن طريق جبريل. قال هنا اسمع هذه العبادة التي يسميها بعض أهل العلم العبادة الصامتة، تسمع ولك أجر، صامت أنت بس تسمع ولك أجر، عبادة صامتة. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. كم نصيب سماعك للقرآن بتفرغ، دعك من الشيء العارض، أن يكون من ضمن جدولك سماع القرآن، تسمعه من قارئ تحبه، يتقن التلاوة، يحسن تنزيل الآيات كما تليت. هذه إذا جربتها يوم أن تخلو بنفسك من دون أي مشاغل، لا جوال لا ناس ذهاب ولا إياب، بس تسمع للقارئ الذي يتقن، صدقني سيحيي قلبك، سينعشه، سيجدد فيه الإيمان. هذا القرآن عجيب، حينما نسمع ونقرأ في حياة السلف نجد بعضهم على آية يعني قلبت حياته رأسا على عقب. وكم عدد الصحابة الذين أسلموا بسماع آية من رسول الله. أنت اسأل نفسك كم مرة أثرت فيك آية، كم مرة تأثرت بها. لما قلت هذا لبعض الأخوة قال والله يا شيخ أنا يمكن بكيت لعشرات المسلسلات وتأثرت بعشرات الأفلام، لكن لا أذكر أنني نزلت مني دمعة يوما من القرآن. قلت راجع قلبك، فيه خلل، فيه مرض، قلبك فيه قسوة. والله يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لو أن قلبك فيه لين وخضوع لخضع كما خضع أولي العلم الذين أخبر الله عنهم في آخر سورة الإسراء وفي سورة الفرقان وفي غيرها. ترى الذين من أهل العلم إذا تلي عليهم القرآن خروا لله سجدا لأنهم يتأثرون به. فلذلك كان الصحابة ربما عقد مجلسهم ويتلو أحدهم القرآن ويكون هذا طاعة لله عز وجل. وما اجتمع قوم على ذكر لله إلا قاموا مغفورا لهم كما ثبت في السنن، مغفورا لهم. وأعظم ذكر هو القرآن. كم نص كم جدول القرآن عندك سماعا وإنصاتا، لأن الإنسان إذا سمعه من قارئ متقن يفتح عليه ربما أحيانا في السنباط وجه من وجوه التدبر الأحكام. ولا يزال بالمناسبة ترى تفسير القرآن ما فرغ منه، كل ما تقدم من التفسير هو جزء من تفسير هذا القرآن ولم ينتهي بعد. هذا القرآن لا تنقضي عجائبه، بدليل أننا لازلنا اليوم نقرأ أوجه ليست موجودة في كتب التفسير القديمة. أنا أدرس مادة التفسير في الجامعة، وحينما أطلع على ما كتبه ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير وابن عطية وغيره وغيره، ثم أتي أقرأ في التحرير والتنوير لابن عاشور أجد وجوه ما سبق إليها، هو استنبطها واستطاع أن يقررها. وابن عاشور في هذا القرن أحد علماء تونس، ومات في الستينات تقريبا أو في السبعينات ميلادي، وألف التفسير الذي أعتقد أنا أنه لم يؤلف مثله، التحرير والتنوير في 14 مجلد، من أحسن ما صنف في استنباط الأحكام واللفتات البلاغية وغيرها في القرآن الكريم. لا تحقر نفسك، ربما يفتح عليك ما لم يفتح على غيرك. إذا فتح عليك في فهم آية أو استنباط اعرضه على أهل العلم، ربما هذا يكتب في صحيفتك أنك خدمت كتاب الله بلفتات إيمانية تربوية، قد تكون أيضا أحيانا أحكام. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ودام الآن الإنسان في رمضان يجد نفسه مقبلة والأجواء كلها مهيئة للقراءة وللسماع في القرآن
وتعجبني أنا أن تكون المحاضرات والدروس كلها حول القرآن. شيخ الإسلام في آخر عمره يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلت جهدي في القرآن أكثر مما جعلته في غيره. هذا من؟ شيخ الإسلام، من صنف المطولات من الكتب، مع أنه له في التفسير شيء كثير، لكنه يقول: لو استقبلت من أمري لأعطيت القرآن أكثر في حياتي. والآن بعض أهل العلم المعاصرين يقول هذا بعدما كبر سنه، يقول: لقد أدركت أننا قد فرطنا في هذا القرآن، وكان المفروض أن يكون عنايتنا به في دروسنا، في خطبنا، في محاضراتنا، في تربيتنا، في تغريداتنا، في أشعارنا أكثر مما يكون. هذا القرآن عظيم، وبقدر ما تقبل عليه الأمة، بقدر ما ينفعها الله عز وجل به ويجدد فيها الإيمان والتقوى، هو الكتاب الوحيد الذي يتحدى صاحبه أن يوجد فيه غلط واحد. الله يتحدى الخلق، كل الخلق، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، أن يخرجوا خطأ واحدا في هذا القرآن، لن يجدوا، ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعت الإنس والجن كلهم ما استطاعوا أن يخرجوا شيء في هذا القرآن متعارض أو متناقض. لقد أتقنه ربه وجوده وجعله في أحسن بيان وأتم عرض. ولكن المطلوب بهذه الأمة أن تقبل كثيرا. بالمناسبة حركة الطاولة هي تقول انتهى الوقت، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وشكرا لهذه اللفتة في هذه الطاولة، لأن مثلنا مو زين يعطونا ميكروفون. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.